معاناة كبيرة يعيشها أهلنا في السودان. سيول وفيضانات غير مسبوقة أدت إلى غرق معظم مناطق البلاد، خسائر بشرية وأضرار كبيرة بالمنازل والمباني، تركت الآلاف من النازحين والسكان المحليين بحاجة إلى المساعدات العاجلة. غرق السودان في فيضان النيل، محنة إنسانية دفعت حكومة الخرطوم لإعلان السودان منطقة كوارث وتوجيه نداء إغاثة للعالم أجمع. ظهرت على الفور جهود إنقاذ وجسور دعم جوي من دول عربية كالإمارات ومصر والكويت وغيرها، ووكالات الأمم المتحدة وبعض المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وهذا شيء جيد. ولكن الأمر ليس بالهين، ويشمل 14 ولاية سودانية، والأضرار سوف تتصل لشهور طويلة حتى بعد انحسار الفيضان، شهور طويلة يحتاج خلالها الآلاف من أبناء الشعب السوداني من المتضررين إلى المأوى والمواد الغذائية والطبية ومضخات المياه التي تلبي احتياجاتهم الإنسانية. الأضرار ستتصل لشهور مع احتمالية المضاعفات الوبائية المهلكة. السودان في حاجة إلى الكثير من الوقت والجهد والمال حتى يتم إعادة الإعمار وتوفير مساكن ومدارس ومشروعات للعمل ومصادر للرزق لنحو 1,000,000 سوداني أصابتهم هذه الكارثة بدمارها وقتلت المئات وهدمت تجمعات سكنية بكاملها، يتوقع أن تصل إلى مئات الآلاف من البيوت. وحتى بعد انحسار مياه الفيضان سيظل حجم الكارثة كبير، والأمر يستدعي مبادرة إنقاذ عالمية يؤكد فيها الجميع حرصهم على سلامة السودان وأهلها. حجر الزاوية في جسدنا العربي وجسرنا الواصل بنا إلى قلب إفريقيا. الأمر يستدعي حشد كافة الجهود من الحكومات والمواطنين ورجال الأعمال والقطاع الخاص للتبرع ومساندة الشعب السوداني في محنته لإعادة البسمة إلى وجوه أطفالهم من جديد. المطلوب ببساطة دعم واحد من أفضل الشعوب العربية خلقاً وتسامحاً بكل وسيلة ممكنة، حتى وإن لم تكن تملك سوى الدعاء. فادعوا لأهلنا وأشقائنا في السودان بأن يرفع الله عنهم هذا البلاء ويحفظهم ويلطف بهم ويفرجها عليهم فرجا يليق بعزته وجلاله. والله يحفظكم ويحفظنا. أيها الناس نحن من نفر عمروا الأرض حيثما بطلوا، يذكر الميت كلما ذكروا وهو يعتز حين يقترن. حكموا العدل في الورى زمننا، ترى هل يعود للزمن.